ثورة كبائر، وكأننا عشنا في عالم الكفر والضلال على مدى أكثر من 1000 عام، وكأن العلماء الأفاضل الذين عمروا الدنيا وعمروا الأزهر الشريف زي الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي والشيخ جاد الحق والشيخ عبد الحليم محمود ومن كان قبلهم لم يفطنوا إلى ما فطنه هؤلاء في هذه الأيام، ولم يفهموا الدين كما فهمه هؤلاء في هذه الأيام. هذه مزايدات لا ينبغي أبدا أن يكون لها مكان في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها مصر. مصر مش مستحملة خلافات ولا انقسامات، مصر مش محتاجة أن حد يفتي فتوى فتزيد الاحتقان في الشارع أو الانقسام في الشارع. مصر الآن بحاجة إلى الفتاوى التي تجمع ولا تفرق، التي تؤلف بين القلوب. والسؤال الآن، أنا أتيت اليوم إلى هذه الكنيسة وأنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. هل بعد هذه الزيارة أنا تنازلت عن شيء من مبادئ الإسلامية؟ هل تنازلت عن ركن أركان الإسلام؟ هل اتفقت مع الإخوة المسيحيين في عقيدتهم؟ الإجابة طبعا لا. جئت مسلما وسأخرج مسلما، جئت بعقيدتي وسأخرج بعقيدتي وما أنا مؤمن به. المسألة تكمن في أنني أفعل ما أمرني به القرآن الكريم، إذ يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه هي الخلاصة. وكنيسة قصر الضبارة بالذات لها عندنا قيمة لأن كان لها دور محترم في ثورة يناير، وهي جارتنا لمسجد عمر مكرم، فهي زيارة للجيران وزيارة للمصريين وزيارة من أجل التواصل والحفاظ على المجتمع المصري. شيء يستطيع الإنسان أن يستمتع به، لا في حياته الشخصية ولا في عيلته.